يعني افهم كويس جدا الكلمه الحلوه دي بتخلي في بيني وبين صاحبي علاقه جيده وكويسه. تمام. المهاره بتاعتنا النهارده المرونه. يعني ايه مرونه؟ يعني انا اكون قابل للتغيير. انا اكون في حاجه غلط ممكن اغيرها، عندي قابليه اني اغيرها. تمام. اتخاذ القرار، يبقى انت عندك قدره تتخذ قرار، طبعا ده اللي هو فوت وتقرر وتدير ذاتك، يعني تتحكم في ذاتك ان انت هتحققه ان شاء الله ومش هترجع فيه مره ثانيه. فاحنا قلنا المناقشه بتاعتنا بعنوان ايه؟ فلنتبادل الكلمات الطيبه. فلنتبادل الكلمات ايه؟ الطيبه، اللي هي الكلمات ايه؟ اللطيفه. تمام؟ تعالوا استنوا معانا مسرحيه. هنشوف مع بعض دلوقتي مسرح عرائس عشان نركز كويس جدا ونشوف هنحصل ايه. في مواقف كويس. مش بحبها وزعلانه ومش عايزاها تقعد جنبي. يلا يا مالك يا حبيبي. هي زقتها. زقتها او زق ماشي. احنا زقتها. ماشي ممكن اكون زقت صح. ايه؟ مخصماه مش عايزه اكلمها؟ اتفضلي يا محمد يا حبيبي. هي مخصماني من غير ما انا اعمل لها حاجه. خصمتني من غير ما اعمل لها حاجه. اتفضلي يا ايسو. زقتني؟ تمام. ما بحبهاش. طب يا ياسين متعصب ومش عايزه جنبي. ماشي قولي يا لانا. متعصبه ومش عايزه تلعب معايا. اتفضل يا مالك. ماشي مش عايزه مش عايزه اقعد جنبها. اتفضل يا حبيبي قولي يا دانا. زعلانه منك. طيب يا حبيبي شكرا لك. بصوا بقى احنا عملنا استبيان وسالتهم فيه كام سؤال كده. اول سؤال بيقول لي هل سبق لك ان استخدمت كلمات مسيئه تجاه اصدقائك؟ يا ترى قبل كده انت استخدمت اي كلمه مسيئه مع اصحابك؟ وزي ما انتم شايفين لاحظين ايه؟ معظمكم قال ايه؟ نعم ايوه. ليه جدا ثلاثه بس قالوا لا. السؤال الثاني بيقول انا برضه سالتهم يعني هل اخبرك اصدقائك بكلمات مسيئه من قبل؟ انتوا ملاحظين ايه؟ كلكم بصفه عامه كده لما سالتكم قلتوا لي ايوه. ايوه اصحابي ما بيتكلموش كويس. وبعدين سالتكم سؤالين تانيين. تفتكر في رايك ايه هي الكلمات التي تجعلك سعيدا؟ رديتوا قلتوا لي كلمات حلوه قوي. لو سمحت، شكرا، بحبك، شكلك حلو، اسف، ما تزعلش، انت شاطر. سالتك سؤال تاني قلت لك في رايي ما هي الكلمات التي تجعلك غير سعيد؟ ايه الكلمات اللي بتخليك مش مبسوط؟ قلتوا لي ايه؟ قلتوا لي في الاستبيان مالكش دعوه، مش بحبك، مش عايزه العب معاك، انا مخصمه، ما تقعدش جنبي. هنا كده احنا عندنا مشكله ولا ما عندناش؟ مشكله عندنا. اللي هي ايه؟ تعالوا بقى نشوف اسباب المشكله بتاعتنا. ايه هي اسباب المشكله دي؟ ليه احنا بنستخدم او بنقول كلمات مش لطيفه؟ يلا دلوقتي احنا في خطوه يبحث. اتفضل يا حبيبي. مصدع. مصدع ماشي. اتفضل يا محمد. ان انا مش مصاحبك.
مش صاحبي؟ مش مصاحباها ومش عاوز العب معاها. فاضل يا توتة. لا مش بحبها. قول يا كريم. ممكن اكون معرفوش. ماشي قول. ياسين متضايق منه. بيتعامل معايا باسلوب وحش. ماشي فاضل يا محمد. مش عايز يلعب معايا. اتفضلي يا بابا. يعني كان مزعلني قبل كده وبعدين معرفش انت اكلمه تاني. ماشي اتفضلي يا مالك. اللي هو بابا قال لي ما عادش تلعب معاه عشان هو كان كسر لي قبل كده حاجه في بيتي. بابا قال لي ما العبش معاه عشان هو كسر لي حاجه او ضايقني قبل كده يعني. ماشي مين عايز يشاركنا؟ اتفضلي يا خديجه. ماشي اشتري حاجه قبل كده وغصني فانا خاصمت بيها. مالك بتقول عن كده؟ قبل كده كان بيشتم في رمضان فرب خصم عشان هو بيشتم في رمضان وكده حرام. جميل عمل حاجه غلط فرب خصم عشان. بص يا حسن دلوقتي احنا بنيجي من المرحله دي يبحث اسبابنا اللي من خطوه يبحث وخطوه ايه التالت. قدامنا عايزين نوجد لها حلول. تفتكروا نحل المشكله دي ازاي؟ ازاي اتكلم باسلوب كويس او ازاي اتكلم كلمات لطيفه طيبه تخلي اصحابي يحبوني وننشئ او نكون علاقات جيده. اتفضلي يا مريم. اتعلم الحاجه الصح. جميل. اتفضلي يا لولي. نعمل له حاجه يحبها عشان يحبنا. حلو قوي. اتفضلي يا كريم. ممكن انا اكون مخطوف اقعد مع نفسي شويه واعرف ان دي حاجه غلط. يعني افكر وراجع نفسي مش كده؟ جميل قوي. اتفضلي يا محمد. ان انا لو متخانق معاه ارجع صاحبه وبعد شويه نبدا نعمل نكون اصحاب كمان. حلو قوي. يعني انا اصالحه واعمل علاقه جديده ونرجع اصحاب تاني مش كده؟ اتفضلي يا سيليا. نفس الكلام. يعني انت عايزه تصالحيه وتكوني مع حاجه ضايقته وانا مش واخده بالي ممكن احس قوي ايه الحاجه الغلط اللي انا عملتها واعتذر له. حلو قوي. يعني انت بتقولي ان صاحبي ده لو زعلان مني وانا مش عارف السبب ممكن اكون عملت حاجه ضايقته ومش واخده بالي فاروح اساله عنها واعتذر له مش كده؟ شكرا يا مثلا. اتفضلي يا جميل قوي هتصالحيه وتكوني صداقه جديده. جميل قوي. اتفضلي يا مائل. اتفضلي يا مليكه. ممكن يقعد مع مامته ويخلي صح. حلو. طب اسمع لزمايلك عشان تاخد فكره وتفكر وتقولي تاني. تمام. اتفضلي يا لولي. قولي. هجيب له هديه. حلوه قوي. اتفضلي يا هاني. لو انا مشغول في حاجه تخليه شايفني يعني؟ جميل. اتفضلي فريدة. حلو. يعني انت بتقولي هتخليه شايفني؟ فنخلص بسرعة ونلعب مع بعض. حلو قوي. اتفضلي فريدة. يعني لو حد من العالم مش عايزة تجيله حاجة يعني وهو بيجي سيئة؟ لا. يعني انا ازاي انا عارفه ان انا عشان لما
بتصلي، فلما بتصلي بترتاحي خالص ومش بتحسي بحاجه. حلوه قوي قوي يا اسم، شطوره يا حبيبتي. قولي يا عمر. مش هقول كلمة وحشة ازاي؟ هقوله فكر يا عمر. طب قول يا تيمو بسرعة بقى أخيرا. ممكن أخرج معانا نتفسح سوا؟ حلوة قوي. يلا يا مالك. إيه اللي أنا مصدع، أنا مصدع عندي برد. أعمل إيه عشان ما أقولش كلمة وحشة؟ طيب بصوا يا حبيبي. قولي يا لولو، قولي يا لولو. جميل، ده نفس الكلام اللي قاله تيم. اخرج معاه وقلت قبل كده هو دي، وكلها حلول جميله جدا جدا. هنتكلم وقت القطن وقرر زي ما انتم شايفين. هنسمعوا كده معايا حبايبي، تعالوا نشوف كده هيحصل ايه. Thank you.
حبايبي اللي بنجمع الورقه احنا تعالى كده يا ياسين اتفضل. لا استنى استنى.